طيب مبسوطين لحد دلوقتي؟ يس يس كيب ات جوينج بقى يا جماعه للكوميديانه الجايه نفس يعني كيب ات جوينج يعني كملوا اعلى اعلى كوميديانه الجايه كوميديانه جايه ما تهزرش خالص شيز ذا بيست اكتر حد بيضحكني في بيس كيك جماعه سقفة عاليه قوي 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 لبرناديت اوشي اوشي نسيت ان انا المفروض ما ارقصش على المسرح كنت قايله لنفسي مش هعمل كده تاني بس عملت كده للاسف سوري انا اسفه عاملين ايه ازيكم خبر ابيض نورين يا شباب مين بيحب الفلوس بيحب الفلوس يرفع ايده فوق يصرخ تمام كلنا عبيد للفلوس يا جماعه احنا متفقين على ده بنعمل حاجات مش مفروض نعملها يعني شايفيني قصادكم عشان فلوس وتلاقي عندنا تابو غريب قوي ملوش اي معنى بالنسبه لي على الفلوس ما نحبش نتكلم ابدا احنا بناخد كام وتلاقي الراجل من دول ممكن يتكلم على التوته بتاعته عادي بس ما يقولش هو بياخد كام اه والله يقول لك عملت بواسير والله تعبان قوي بعد اشرح لك بقى الخرم والدكتور والله يعني حصلت موقف طريفه في العمليه ومش عارفه ايه ونضحك كلنا وانت تروح تطمن على بواسيره عادي اخبار بواسيرك ايه قال لك والله احسن شويه بس تعبان بقعد على عوامه ومش وبعدين تقول له طب خدت في المشروع ده كام يقول لك ايه ايش دخلك انت ايوه حضرتك الفيجواليزيشن اللي انت عملتها لي دي كان نسبتها ايه وبنستخدم بقى الفاظ كرييتيف جدا عشان نقول ان احنا عايزين فلوس من غير ما نقول كلمه فلوس فتلاقي مثلا الناس بتقول لك ايه فين الشاي بتاعي فين الشاي بتاعك وفين الشاي بتاعي فين الجبنه بتاعتنا يعني اشمعنى الشاي فين الدخان بتاعنا انتوا مين اصلا وبعدين اولع في نفسي دلوقتي يعني عايزين نراضي الرجاله مين زعل الرجاله انا ما جيتش جنبهم حقوق عليا رجاله يعني الا لو قصدك الرجاله اللي في حياتي هم زعلانين يعني فبالذات بقى في بيبان قوي موضوع التابو في الفلوس ده في البقشيش يعني ما عنديش مشكله في البقشيش خالص بالعكس يعني في ناس عايشه على البقشيش الا السويس دول ولاد كلب ما تدهمش حاجه فبيبان قوي عندي مشكلتين مع البقشيش انه اولا في مواقف ما ببقاش عارفه هل المفروض اطلع بقشيش في الموقف ده ولا لا زي مثلا باشمهندس مدحت اللي بيجي يصلح التكييف يعني بعد ما بيخلص خدمته بيبقى في دقيقه كده بنقف بصين لبعض فبفهم بقى بفهم ان المفروض اطلع في بابا ببتدي بقى اطلع المحفظه اطلع الشنطه وحاجات تقع وبتاع بيكون باشمهندس فتحت ماشي بس انا طلعت الفلوس خلاص فمش هينفع احطها تاني فبجري وراه بقى منتهى الابتزال بقى ايوه يا باشمهندس مدحت باشمهندس هو يجري وراه هو باشمهندس مضحك اول ما يشوفني فطبعا ايه مش هياخد فلوس طبعا فبيقعد يقول يعمل حاجات غريبه يقول لا 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 بيقلب روبي كده وبعدين يبتدي برضو يقول كلمات ملهاش معنى اللي هو عيب احنا اخوات هو ليه عيب واصلا احنا يعني صعدت الامور قوي وبعدين ليه كنت بتعملي جاز لايتنج هناك انا قعدنا نبص في عين بعض المشهد التاني بقى اللي ببقى مش عارفه فيه ادي البقشيش ازاي يعني انا عارفه ان انا هدي بقشيش بس مش عارفه ادي ازاي زي مثلا لما بروح الكوافير كوافير فوزي كوافيرات كلهم اسمهم فوزي فببقى عايزه ادي له 10 جنيه مثلا فانا ما ينفعش اديها له في ايده كده عادي لازم ادسها له في جيبه فبيبقى في تشالنج بقى احطها في انهي جيب الجيب القداماني ده خطر جدا ما بنقربلوش لانه ما يعني اي حركه غلط فاحنا نروح في ده الجيب اللي ورا برضو عندي تروما منه لانه لسبب ما يعني
الفلوس ما بتقدرش تخش بتتزنق. هو بقى واقف باصص لي ومش بيساعدني وانا عم بحاول احط 10 جنيه فالمهم بكتشف بقى ان هو الحل ان انا خلاص جيب القميص اللي قدامي ده اسلم حاجه. فبقعد بقى مركزه جدا مستنيه اللحظه المناسبه بص على صدره فبسقط 10 جنيه بتقع في صدره ما بتقعش في صدره. ففوزي بيبص لي كده بصت بتعملي معامله ستريبرز ليه. رحت المره اللي بعدها لقيته مغير اسم الكوافير بدل الكوافير فوزي سماه ماجيك فوزي. المواقف اللي بتبقى متعبه برضو قوي في الفلوس الترانزاكشن اللي بتحصل ما بيني وما بين بتاع الدليفري اللي هو ما ببقاش عارفه اديله الفلوس بانهي ايد وهو يديني الاوردر بانهي ايد. وبنقعد بقى بنعمل راب بقى بنقعد راب بنقعد نعمل حاجات كده لغايه في الاخر ما بنقعد بقى ماسكين ايد بعد كده. فبنتجوز بقى وخلاص نتجوز. بحس برضو التعامل في الفلوس مع الستات اسهل من التعامل مع الرجاله بكتير. يمكن انا اللي كده بس عندي نظريه انه جايز عشان في المجتمع بيحسس الراجل ان انت لو ما معكش فلوس انت مش راجل. مع ان انا لو ما معيش فلوس انا هبقى فقير عادي يعني. الجندر بتاعي مش هيتغير يعني. مره كنت قاعده مع واحد وكنت مصمم ادفع قوي فاتضايق جدا قال لي انت فاكراني راجل توتو ولا ايه؟ فهو حضرتك توتو ده ممكن يبقى غني برضو يعني حضرتك ليه رابط التوتو بالفقر؟ انت لو راجل توتو غني حاجه حلوه اصلا.